ويسأل أيضا يقول: هل يجوز أن يقال في الدعاء: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك؟ إيه، مستقر رحمتك هو الجنة، ما تبون الجنة هي مستقر الرحمة. نعم، الرحمة على قسمين، قسم صفة لله عز وجل وقسم مخلوق. المطر رحمة من الله ولا لا؟ الجنة رحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الجنة من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.